سعداء جدا ان احنا موجودين هنا النهارده في يوم تاريخي زي ده، انا وزملائي بالكامل. فخورين ان احنا وسط اهلنا، اهل سينا. سينا بالذات يعني فعلا عند المصريين بالكامل ليها طابع خاص وطعم خاص، وارض طاهره، وحروبنا كلها هنا، شهدائنا 95% منهم هنا. احنا فخورين كفنانين ان احنا حضرنا يوم زي ده وتم دعوتنا. وانا بشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذا القرار العظيم اللي ما اتعملش من سنين، وبشكر دولة رئيس الوزراء سيد مصطفى مدبولي. واحنا فخورين ان احنا هنا، مش هقول اكتر من كده، ودايما سينا مصرية.